السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأعزاء، مرحبا بكم في علم الإنجليزي، تعليم اللغة الإنجليزية خاصة بالأطفال. هيا بنا نتعرف على هذا الفيديو هذا اليوم من The Magic Book وصديقكم الوفيد بنجي. استجابة للطلبات العديدة من التلاميذ الأعزاء، سوف أقدم لكم إعادة الأعداد من 1 إلى 10 باللغة الإنجليزية. تابعونا. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 أعيد معي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 إذن هذه هي الأعداد من 1 إلى 10 باللغة الإنجليزية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 إذا لاحظوا معي هنا في هذا الأنشطة كون كونت أند رايت، إذا يجب العد وكذلك كتابة الأعداد المناسبة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 totals rabbits. 1 2 3 4 5 6 7 7 rabbits. 1 2 3 fish. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fish. Cats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cats. Cats. وفي الأخير سوف نقوم بالحوار التالي لجمع الطفلين، ويجب عليكم كذلك القيام به في المنزل. 10. Let's play. Happy top. Magic box. Happy top. Give me a pet. Give me a pet. Happy top. Magic box. Happy top. Give me a pet. Happy top. What is it? What is it? What is it? A cat. No. Magic box. Happy top, give me a pet. Happy top, what is it? A cat. No. Magic box, happy top, give me a pet. Happy top, what is it? A dog. Yes. Magic box, happy top. Give me a pet. A pity top. What is it? A cat. No. Magic box. Magic box. A pity top. Give me a pet. A pity top. What is it? A dog. Yes. And now draw your favorite pet. هاو نرسم الحيوان الأليف المفضل. My favorite pet is a هنا كتابة الحيوان الأليف المفضل لكم. إذا نكتفي بهذا القدر، وإلى اللقاء يا أطفال الأعزاء في حلقة قادمة من تعليم اللغة الإنجليزية.